مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من عين على البرلمان. برحب بكم من محافظة الفيوم، وحلقة خاصة عن مشاكل الفيوم وأيضا كل المشاريع القوانين الخاصة بتنمية المشاريع الموجودة في محافظة الفيوم. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة بداية سيادة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أيضا عدد من النواب سيادة النائب منجود الهواري وسيادة النائب ممدوح الحسيني وسيادة المستشار محمد عبد العزيز البنا رئيس نادي قضاة الفيوم، وأيضا سيادة النائب محسن أبو سمنة نائب عن هذه الدائرة. برحب بهم جميعا. نبتدي مع سيادة المحافظ، طبعا برحب بحضرتك في البداية. خلينا نتكلم عن المناسبة اللي احنا فيها بداية قبل ما نخش في تفاصيل خاصة بالفيوم والمشاكل الفيوم والإطار الخدمي ومجهود حضرتك. طبعا نتكلم، طبعا احنا بنحتفل بيوم اليتيم، فعايز اعرف من حضرتك تواجد حضرتك النهارده مع عدد كبير من النواب وسط هذا الحدث اكيد ليه مدلول كبير جدا، عايز اعرف الانطباع اللي كان موجود النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هو يوم اليتيم، يوم عالمي بتحتفل بيه كل مصر وكل العالم بيوم اليتيم 1/4. اشتركنا في الحفلة اليوم، كان الهدف الأساسي ان احنا نبعت رسالة لكل منظمات المجتمع المدني وكل رجال الأعمال بحضور الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية والسادة النواب لهذا الحفل. التكافل الاجتماعي نصت عليه كافة الأديان السماوية، ولابد ان دول أولادنا، لابد ان احنا نفرحهم، والبهجة اللي بتدخل عليهم في هذه الاحتفالات طبعا بتسعدنا جدا. دول أبنائنا زي ما قلت لحضرتك في البداية. حضر معنا النهاردة أكثر من 25 جمعية على مستوى محافظة الفيوم من كافة المراكز، وأكثر من 3000 طفل يتيم موجودين معانا. ده بجانب أسر الشهداء للمحافظة، فعلا في أي مناسبة ما بتنساهمش، وبده يكونوا حاضرين معانا حتى يشعروا إن أبنائهم هم من ضحوا من أجل الوطن، وحتى يشعر أبنائهم بأن آبائهم هم من ضحوا من أجل الوطن. فطبعا كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأبنائنا في كل مكان في مصر بخير ان شاء الله. نتكلم، نخش في التفاصيل، نتكلم على الاطار الخدمي، نتكلم على ما تم خلال الفتره الماضيه. عايز اعرف كمان تواجد النواب دلوقتي مع حضرتك، ايه اللي تم خلال الفتره اللي فاتت واللي بيتم حاليا؟ طبعا احنا عندنا عمل، احنا عندنا كل يوم جديد في محافظه الفيوم. لا ندعي الكمال، لكن احنا عندنا كل يوم حدث وكل يوم لابد ان يكون جديد. ده خطه انا وضعتها في المحافظه من اول ما توليت المسؤوليه. في كل القطاعات عندنا شغل. عندنا في قطاع الري طبعا كان عندنا بعض المشاكل، ترعه قوطه المتوقفه من 12 عام تم اعتماد مبلغ مالي 75 مليون جنيه وهنستلمها في شهر 8، دي هتحيي 16000 فدان. عندنا خلال الاسبوع القادم باذن الله خطه بالتعاون مع رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه خاصه بتنقيه بحيره قارون ومشكله العويصه اللي كانت على مر الايام او على مر السنين اللي فاتت. احنا عندنا 88 قريه طبعا هي المشكله في الصرف الصحي. ان شاء الله باذن الله محافظه الفيوم هتكون الاولى على مستوى محافظات مصر ان شاء الله في انهاء مشكله الصرف الصحي، وبالتالي هيعود بالنفع على بحيره قارون. ده بجانب ان احنا هنبدا ان شاء الله وضع خطه من يوم الاحد القادم لتكريك بحيره قارون وتطهيرها من الملوثات الموجوده. ده بجانب احنا شغالين كمان في بنعمل تجارب حاليا على الميه الموجوده مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا اكبر مصنع عملاق لاستخراج الاملاح وهينتج من عنه عده مشاريع قوميه. ده بالنسبه للقطاعات دي. عندنا قطاع الطرق، عندنا الحمد لله انتهى. انا مش عايز يعني نقول كل حاجه في الاول كده، ولكن خلينا نتكلم عن حاجه حاجه. نبدا الاول بمحيره قارون، كان حضرتك قلت ان احنا يعني في الطريق اللي احنا حل هذه المشكله. عايزين نتكلم بالنسبه للجدول الزمني للمشكله دي وانهاء، امتى هنشوف بالفعل بحيره قارون الى سابق عادتها كما كانت؟ وعايز اعرف ايه المشكله اللي معطلاكم لحد دلوقتي؟ مفيش مشكله ان شاء الله. احنا كنا بندور على التمويل المالي. حضرتك انت عارف ان 88 قريه عشان ادخلهم الصرف الصحي انا محتاج 2 مليار و8 من 10 تمام، ده بند واحد. فطبعا كانت المبالغ طائله، ان شاء الله باذن الله جه التمويل هتبقى موجوده وهنقدر نوفر باذن الله هذا المبلغ. ده بجانب التطهير. عمليه التطهير هتاخد وقت، يعني الموضوع مش هيبقى، لا هيبقى في فتره زمنيه محدده من خلال التنسيق مع الجهات اللي هتشتغل في هذا الامر. انا بقول لحضرتك احنا عندنا اجتماع تنسيقي يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، بداية قريبة جدا ان شاء الله باذن الله هنبدا نعمل. طبعا احنا عايزين الهدف ده ايه؟ ان احنا نرجع بحيره قارون، هذه من اشهر البحيرات العالميه. بحيره قارون مساحتها 55000 فدان، بطول تقريبا يتجاوز ال 45 كيلو. فطبعا ما تنتجه اقتصاديا من سمك ومزارع سمكيه هيعود بالنفع على كل اهل المنطقه. عندنا اكثر من 150000 مواطن بيشتغل في تجاره الاسماك، وكان المصدر الاساسي بتاعه هو بحيره قارون، ودي كانت احد اهتمامات فخامه السيد الرئيس لبحيره قارون.
تمام. سياده النائب، احنا بنتكلم عن بحيره قارون دلوقتي، ويمكن سياده المحافظ يتكلم عن مشكله التمويل دي اللي كانت معطله الدنيا. انا عايز اعرف انتوا تواجدكم دلوقتي ايه الدور اللي انتوا ممكن تقوموا بيه خلال الفتره اللي جايه، وطبعا بالتعاون مع المحافظه لحل هذه المشاكل. هو في حقيقه الامر الاول اشكر سيد محافظ الفيوم على الحديث اللي هو ادلى به بالنسبه لل 88 قريه حول بحيره قارون. احنا دورنا اللي احنا فعلنا هذه المشكله في عده اتجاهات. يعني احنا قدمنا، كنا في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء في يوم من الايام، كان قريب يعني ما لا يعني لا يتعدى 20 يوم 25 يوم، واثرنا هذه المشكله بجميع جوانبها، لان الكره مشكله كبيره جدا في عمليه الصرف الصحي، لان هذه الكره اللي تحدث عنها السيد المستشار محافظ الفيوم ال 88 قريه بيصرفوا على بحيره قارون، بيصرفوا على المصارف المؤديه في النهايه في الصرف الى بحيره قارون. فالمشكلة لما بيصرفوا على هذه المياه، المياه بتتلوث وبنقضي فيها على الثروة السمكية، وبعدين بنقضي على المنظر الحضاري للسياحة. فاحنا طرحنا المشكلة أمام السيد رئيس الوزراء، وطرحنا المشكلة في مجلس النواب، وكلمنا فيها السيد رئيس مجلس النواب، وفي اهتمام كبير جدا بأن ال 88 قرية في خلال فترة زمنية قصيرة إن شاء الله يتم عمل صرف صحي لهم. اتكلمنا كذا مره في في في, في ان بحيره قارون ثروه من ضمن الثروات الكبيره جدا كان يقوم عليها حلفه الصيد التي انتهت تماما لتلوث المياه وموت الاسماك. فانتهت هذه الحرفه لعدد كبير جدا من الصيادين، كان يتجاوز ال 15 20 الف واحد من الصيادين مهنتهم الاساسيه، فاصبح ليس لهم مهنه وليس لهم مصدر لمعيشتهم بعد الكلام. فطبعا دي مشكله يعني كبيره جدا، ومشكله احنا متبنيينها بشتى الطرق، وكل النواب متبنياها، وكل السلطه التنفيذيه متبنياها، واحنا في طريقنا الى الحل ان شاء الله في هذه المشكله. وبطمن اهالي هذه القرى ان الموضوع في الاتجاه الصحيح، وفي ميزانيه بتضبط ليه عن قريب ان شاء الله في تدخل البنك الدولي فيها، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني خلال فتره قصيره جدا وفتره وجيزه جدا هتتحل هذه المشكله، وستعود بحيره قارون الى ما يعني ما منظرها السياحي مره اخرى ودورها السياحي مره ثانيه، لان بحيره قارون وما حولها من اماكن سياحيه هي مصدر رئيسي للدخل للدوله في هذه الايام. واحنا دايما بندور على ان يكون في دخل يدخل دولتنا، على اساس ان احنا انت عارف ان احنا بنمر بمرحله حرجه في الدوله، فلابد ان احنا ننشط كل اتجاه وكل مكان يؤدي الى حل هذه المشكله ان شاء الله. سياده النائب، بين الحكومه كان خلال الفتره الماضيه، انا عايز اعرف تعليقه على بين الحكومه، وعايز اعرف هل هو نال النصيب بالنسبه لمحافظه الفيوم بالنسبه لخطط التنميه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضراتكم واشكر قناه الحياه وبرنامجكم الموقر. وبداية بخصوص برنامج الحكومة، احنا طبقا للدستور للمجلس النواب ليه 30 يوم 30 يوم هيناقش فيهم برنامج السيد المقدم من معالي دولة رئيس الوزراء. وزع علينا كنواب في برنامج مطبوع من مجلس الوزراء، كلنا يعني الأيام دي بندرسه وبنقراه جيدا، وأحيل إلى اللجنة المختصة لدراسته قبل مناقشته في البرلمان. أنا والحمد لله عضو في اللجنة ديت، ولكن طالما حضرتك أثرت هذا البيان، أنا أولا بشكر معالي الوزير المحافظ مستشار وائل مكرم على الجهد القائم، ولكن أنا بطلب من سيادته كأخ أو كمواطن فيومي قبل ما أكون نائب للفيوم زيادة المجهود أكثر وأكثر لمحافظة الفيوم. الفيوم محتاج الكثير والكثير. ميزانيتنا لحد السنة اللي فاتت 159 أو 158 تقريبا مليون. ال 158 لما تقسمهم على محافظة الفيوم يعني ما تكفيش مركز من السبع مراكز، وخاصة إن في عطش جامد للخدمات. وبالتالي انا بمناسبة انك انت خليتنا اتكلم في بيان الحكومة، انا بطالب معالي دولة رئيس الوزراء ان يرفع ميزانية الفيوم الى على الاقل 400 مليون بدلا من 158، لان المحافظة محتاجة الكثير والكثير والكثير. محتاجة الكثير في قطاع الطرق، محتاجة الكثير في قطاع الري، محتاجة الكثير في قطاع السياحة، محتاجة الكثير في تنمية الساحل الشمالي لمحافظة الفيوم الناحية الشمالية لبحيرة قارون.
لو ربطنا الخدمات ديت هتنمي لي القطاع السياحي، هتنمي لي القطاع الصناعي، هتشغل لي خريجين، هتمنع تلوث البيئة في بحيرة قارون، وبالتالي هتعود السياحة إلى بحيرة قارون، هتشغل لي كثير من الشباب العاطل. لذا فأنا أطالب معالي محافظ الفيوم، معانا إحنا كنواب ودية عبء علينا أكتر، نحن نطالب معالي دولة رئيس الوزراء بزيادة هذه الميزانية للنظر في قطاع خطير جدا. هذا القطاع يخص قطاع الصحة، يخص قطاع التعليم، يخص قطاع السياحة، ألا وهو توصيل الصرف الصحي لأغلب قرى ومراكز وكفور ونجوع مركز سنورس، لأن مركز سنورس محاذية للبحيرة، وبالتالي أي تلوث للبحيرة بيجي من مركز سنورس، لأن هي من أكثر القرى تلوثا لبحيرة القارون، وبالتالي الصرف الصحي لو الحمد لله وربنا وفقنا وعممنا إن شاء الله بجهود معالي المحافظ وبجهود الدولة، لو عممنا الصرف الصحي في مركز سنورس بالتالي هتبقى خدمت قطاعات كتيرة جدا. في مشكلة بس نتكلم فيها، نعرضها على سيادة المحافظ، في طرق بعض القرى فيها طرق زي قرية محفوظ شريف، في قرية تسمى محفوظ شريف بجواز مركز سنورس يا سيادة المستشار، الطريق فيها لا يتجاوز مترين ونص، فبيحدث فيها حوادث كتيرة جدا، عايزين الطريق ده يتوسع بأي شكل من الأشكال. حضرتك يعني تشكل لجنة تطلع تعاين هذا الطريق، لأن ممكن يكون ما فيش حد ادالك فكرة عنه وانت يعني ما خدتش فكرة على المكان ده، فيعني عايزين لجنة تشكل في أسرع وقت ممكن لمعالجة هذا الطريق، لأن لا يتجاوز عرض الطريق مترين ونص، وبالطريق ده مش ممكن يعدي منه لا سيارة إسعاف ولا سيارة مطافي، لأن أهل القرية استدعوني امبارح صليت عندهم الجمعة وكانت مشكلة كبيرة جدا، ووروني على الطبيعة إن ده مشكلة كبيرة لابد من حلها. فإحنا بنعرض على السيد المحافظ إنه يشكل لجنة ويعاين هذا الطريق، وطريق عزبة محمود طنطاوي في بيعمو، وطريق محفوظ شريف عزبة محمود شريف بجوار جرفس. وشكرا لسيادة المحافظ. طيب هنتكلم بس عن كلام سيادة النائب منجود. طيب استاذنك ناخد بقية النواب وبعد كده نرجع نكمل مع حضرتك مرة تانية. طبعا سيادة النائب برحب بيك، عايز اتكلم عن المشاكل الموجودة بالنسبة لمحافظة الفيوم، عايز اعرف كمان الدور اللي انتم بتقوموا بيه بالتعاون مع سيادة المحافظ في حل هذه المشاكل، وبالتالي ايضا تنمية والتنمية المستدامة الموجودة في محافظة الفيوم، خاصة ان هي محافظة سياحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر السيد الوزير المحافظ وائل مكرم، وإحنا سعداء في هذا اليوم إن إحنا نجتمع في يوم اليتيم ونحتفل في هذا المكان. وبوجه كلامي للسيد بالنسبة أنا نائب محسن أبو سمنة عن دائرة مركز طمية، علما بأن أنا عندي بعض المشاكل كثيرة، أولهم الصرف الصحي، يعني يعتبر مركز طمية عايم على بركة مية من الصرف الصحي، وعندنا مشكله برضو في يعني بعض يعني نهتم ببعض المصانع في المدينه الصناعيه على اساس ان ده هيبقى فيه يعني البطاله او حاجه، يبقى فيه وجود حل، وان شاء الله بوجود السيد المحافظ ان شاء الله يتم كل شيء ويكون على اكمل وجه ان شاء الله. احنا في وجودنا مع السيد المحافظ، ونشكر السيد المحافظ ونشكر الساده الاعضاء، ونقول ان شاء الله التعاون مع بعضنا على طول ان شاء الله في مصلحه البلد ان شاء الله. سياده المستشار محمد عبد العزيز البنا، برحب بيك. طبعا احنا بنتكلم عن المجهود اللي بيتم في الفتره الماضيه واللي هيتم كمان الفتره اللي جايه، انا عايز اعرف انت برضو شايف شكل التعاون ازاي والمجهود اللي بيتم خلال الفتره ديت بالنسبه للخدمات والاطار الخدمه الموجود في محافظه الفيوم، وازاي كمان نقدر ننمي اللي موجود هنا في محافظه الفيوم سواء بقى في الاطار السياحي او في الاطار الصناعي او في الاطار الخدمي. يعني انا الحقيقه وجودي النهارده ده بلبي دعوه كريما مع المستشار وائل بيه مكرم، لكن انا اعتقد ان انا مساله الخدمات والمشاريع ديت اسهب فيها النواب، وده اختصاصهم مع معالي الوزير محافظ الفيوم، لكن الحقيقه انا وجودي هنا للمساهمه كمساهمه مجتمعيه في توصيل احساس لليتيم انه مش لوحده وان هو كلنا اهله، وده الحقيقه يشرف اي حد ان يحضر تكريم لابناء اسر الشهداء من الشرطه والجيش. طيب سياده المحافظ هنبدا نتكلم ونرد على النواب، ويمكن سياده النائب منجود يمكن كان بيتكلم في حته كمان مشكله ازاي تدبير موارد، يمكن الموازنه ممكن ما تكونش مكفيه الى حد ما، ازاي ندبر موارد، ازاي اقدر احل المشاكل الموجوده عندي ديت، وعايز برضه حضرتك تتكلم عن المشاكل اللي هم اتكلموا عنها سواء خاصه بالصرف الصحي سواء بالتعليم سواء ايضا بالطرق.
طبعا مشاكل الصرف الصحي لازم نعلم جيدا ان مشاكل الصرف الصحي هي مشاكل الجمهورية كلها. احنا محافظة الفيوم هنا عندنا 46% من القرى فيها صرف صحي، احنا اعلى نسبة على مستوى الجمهورية فيها صرف. في مشكلة حقيقية. انا بقول لحضرتك ال 88 قرية اللي باقيين دولت ان شاء الله باذن الله احنا نوفر لهم الاعتماد المالي، وبذلك تكون محافظة الفيوم الاولى على مستوى الجمهورية في انهاء مشكلة الصرف الصحي. السيد النائب المحترم اتكلم وتحدث عن الساحل الشمالي لبحيره قارون، ولا فعلا احنا الحكومه اتخذت خطوات جديه في هذا الامر. احنا خدنا موافقه على 10 كيلو في عمق 500 متر، كانت توجيهات دوله رئيس الوزراء ان هو يزود المساحه من 500 ل 800 حتى يكون هناك استثمار سياحي. احنا عندنا كل انواع السياحه في محافظه الفيوم، وضعنا اكبر قاعه مؤتمرات عالميه، اكبر نادي للصيد ومراقبه الطيور، اكبر نادي للرادات المياه والشراعيه، عندنا اكثر من 400 نوع طير مهاجر بيجوا، عندنا اكثر من بطوله عالميه في بحيره قارون قامت. انا عايز اطمن حضرتك ان انا عندي اكثر من 28,000 سائح دخل محافظه الفيوم خلال الثلاث اسابيع الماضيه، اكثر من 4,000 سائح اجنبي دخلوا محافظه الفيوم. انا يوم الخميس والجمعه والسبت ما عنديش غرفه فاضيه في محافظه الفيوم. الوضع في السياحه منطلق، انا بطلع رحلات مجانيه كل اسبوع، اخر رحله كانت الجمعه الماضيه 1100 مواطن من ابناء المحافظه، 16 اتوبيس مجانا يشوفوا بلدهم. اما بالنسبه لقطاع الطرق اتكلم عليه السيد النائب ممدوح حسين، انا عندي حصر كف الطرق على مستوى محافظه الفيوم، انا بشتغل ب 250 مليون جنيه طرق، تمام؟ حجم المبالغ رهيب جدا، وحجم الطرق المحتاجه فعلا محتاجه كتير. انا مش عايز ابدا في بعض الاماكن ادخل لها طرق وبعد كده ارجع اقصر عشان الغاز، عشان الصرف الصحي، عشان كل ده هيبقى فيه خطوره. احنا بنحاول ان احنا نخلص كافه المرافق وبعد كده ندخل الاسفلت بعد كده او تمهيد الطريق، لكن احنا عندنا حصر الطرق، عندنا خطه قويه جدا للطرق على مستوى المحافظه. وانا بطمن حضرتك برضو ان ميزانيه المحافظه ان شاء الله باذن الله بعد العرض على دوله رئيس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه والسيد وزير التخطيط من المحتمل ان تزيد عن العام الماضي فيما يتجاوز ال 100-150 مليون جنيه. طيب احنا ربما عندنا حصر بكل المشاكل الموجوده دي، ولكن امتى هنبدا نحل المشاكل؟ انت حضرتك قلت عندي حصر بكل الطرق، امتى هبدا انفذ على ارض الواقع؟ امتى المواطن يبدا يحس بده؟ ما احنا بننفذ فعلا. انا بقول لحضرتك انا بشتغل ب 250 مليون جنيه، حضرتك جاي من طريق القاهره الفيوم، لو لاحظت على الطريق الفيوم اترفع كفاءته كله بالكامل، تمام؟ لسه عندنا بعض الاجزاء، عندنا بوابات الفيوم الجديده بتتم، عندنا طرق داخل المحافظه تمت، عندنا طريق سنور اسطنبول الروضه، هذا الطريق الذي عانى منه ابناء المحافظه كثيرا وكثيرا، 17 كيلو، تمام؟ بيتم الرصف حاليا ب 35 مليون جنيه، عندنا طريق ابشويه جبل سعد هيبدا فيه العمل من 1/4، هذا الطريق حوالي 31 كيلو ب 75 مليون جنيه، عندنا طرق بتتم في مركز يوسف الصديق وابشواي وإتصا بالتوازي مع مركز طمية وسنورس من الداخل، انا وجهت 10 مليون جنيه مركز طمية من الداخل، 10 مليون جنيه لسنورس بجانب الطريق الرئيسي اللي بيربطهم من اللي هو 17 كيلو، فحجم الطرق اللي بيتم في مركزين 55 مليون جنيه. ففي لمسه على الارض والمواطن بيشعر بيها، لكن طبعا مش هنقدر نحققها 100% هذا العام، تمام؟ لكن احنا فعلا ركزنا على الطرق الرئيسيه المهمه جدا، حاولنا نخلصها وخاصه الخاليه من العمل في كافه المرافق. جميل جدا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا تاني مع سياده المحافظ وعدد من النواب بمحافظه الفيوم، وحوار عن المشاكل والاطار الخدمي بالنسبه لها المحافظه. برحب بكم مشاهدينا مره تانية، عدنا لاستكمال الحوار مع سياده المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم وعدد النواب من المحافظه. سياده المستشار، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الاطار الخدمي، وكنا بنتكلم عن المشاكل الموجوده ومجهود حضرتك خلال الفتره اللي فاتت عن التحسين لهذه الخدمات. انا عايز اتكلم عن الاولويه، ازاي انت بتحدد الاولويه بالنسبه للحاجات اللي موجوده دلوقتي وكيفيه التعاون بينك وما بين النواب؟ طبعا السادة النواب محافظ الفيوم انا بوجه لهم كل التحيه والاحترام، هم على قلب رجل واحد مع الاجهزه التنفيذيه في المحافظه، احنا كلنا بنعمل في اطار خدمه المواطن الفيومي، فطبعا ده مش هيبقى للمحافظه لوحدها ولا النواب لوحدهم، في تعاون تام بيننا، احنا بنطرح المشاكل بنشوف ايه الحلول، ودي رساله انا بوجهها للمجتمع المدني، المجتمع المدني لابد ان يكون له دور معانا في هذا الامر من خلال النواب، من خلال المحافظه، من خلال رجال اعمال الموجودين في المحافظه. احنا بنحدد الاولويات في المحافظه عن طريق احتياجات المواطن، احنا الاول بنشوف المواطن محتاج ايه بسرعه. اولا محافظه الفيوم كانت الرائده في السلع الغذائيه، انا عايز اقول لحضرتك ان انا بقالي اكتر من 8 شهور او 10 شهور سعر اللحمه عندي في محافظه الفيوم لم يتجاوز ال 55 جنيه، انا بجيب شحنات اسبوعيا سواء من القوات المسلحه او من وزاره الزراعه، تمام؟ ده ادى السيطره على سوق اللحمه، بجيب شحنات سلع غذائيه على كل اسبوع بجيب حوالي من
من 40 طن في كل نوع او من 40 ل 50 طن تريلات بتدخل المحافظه بنوزع في كل المراكز، ده ادى الى السيطره على سوق السلع الغذائيه. عايز اقول لحضرتك ان بكره الصبح نازل 15 سياره من جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه هتم توزيعهم على كل المراكز، فدي احد اهم الاولويات اللي احنا كنا فعلا عايزين الاسعار ما تزيدش على المواطن حتى لا يشعر ان هناك فيها فعلا زياده كبيره، وبالتالي سيطرنا على السوق. قطاع الصحة بنتخذ فيه إجراءات عنيفة جدا للوصول للمستوى الصحي يليق بالمواطن. عندنا النهاردة بنتواصل مع وزارة الصحة، احنا عايزين نبني مستشفى في يوم العام الجديدة، تمام؟ خدنا موافقة على إنشاء مستشفى للقوات المسلحة على مساحة 9 أفدنة ونزلوا عينه وخلاص الأمر انتهى وهيبدأوا العمل فورا. معهد الأورام المتوقف من 12 سنة وتابع أحد الجمعيات، مش كده بقول لك منظمات المجتمع المدني. هذا المعهد تواصلنا مع مؤسسة 57 357 وتم مدنا بالجهاز الإشعاعي الذي تجاوز ثمنه 12 مليون جنيه. تبرعنا، تواصلت مع شيخ الازهر فضلته ان شاء الله باذن الله هيامرنا ب 5 مليون جنيه تبرع لمعهد الاورام. مستشفى يوسف الصديق اللي اتبنت من 2006 وتوقفت، حاليا احنا عاملين لها المقايسه مع الهيئه الانسانيه للقوات المسلحه بحيث ان احنا نجيب لها الاعتماد المالي ونبدا نشغلها فورا. كل الاماكن الامنيه اللي كانت متوقفه فتحناها خلال الفتره اللي فاتت دي، مفيش اسم عندنا ما اتفتحش، مفيش نقطه ما اتفتحتش، اخرها مركز يوسف الصديق المتوقف منذ اكتر من عامين وحضر معايا الساده النواب. احنا بناخد قرار جماعي، احنا كلنا في منظومه واحده، بعرض على النواب المشاكل يحاولوا يساعدونا في ايه، نقدر نوصل صوتنا فين، في امور هم ساعدونا فيها وعرضوها على دوله رئيس الوزراء وانا عرضتها معاهم على دوله رئيس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه، لقت قبول لاهميتها وشعور المواطن فعلا بالخدمه دي. سيادة النائب، يمكن سيادة المحافظ بيتكلم ان انا بشتغل في حدود المتاح، ويمكن انت عليكوا دور كبير كمان، بنتكلم خلاص احنا يعني كنا منشغلين في الاحد الداخلية خلال الفترة الماضية، الفترة اللي جاية نتكلم عن مشاريع قوانين تخدم محافظة الفيوم، عايز اعرف شكل العلاقة ما بينكم كان الفترة اللي فاتت دي ازاي، وهل انتوا فعلا يعني تقيمتوا الوضع في محافظة الفيوم بالنسبة للخدمات وبالنسبة لتدور الخدمات في جميع الملفات، وبالتالي سيكون هناك مشاريع قوانين لحل هذه المشاكل؟ الاول يعني برجع واشكر سياده المحافظ مره اخرى، ويمكن هو فهم في حاجه كلمه خطا في التعبير واخد بالك، انما سياده المحافظ قام بشبكه طرق كبيره جدا، ولكن احنا زي ما بيقول سياده المحافظ احنا كلنا في مركب واحد وكلنا في اتجاه واحد، في اماكن في قرى بعيده عن الخريطه خالص موجوده في اماكن يعني في حتت معينه يعني اصحابها لما بيستدعونا او بيقولوا لنا تعالوا شوفوا، فاحنا يعني كلنا في مركب واحد. انا بدون ما اقطع كلام حضرتك عايز اعرف ازاي بتحددوا الاولويات عشان نخرج من نطاق الاولويات، ان احنا بنزور دايما بنقوم بزيارات الى جميع يعني اماكن الدائره. بيتم التنسيق ازاي ما بينكم وبين المحافظه على الاولويات؟ بيتم احنا الاول بنقوم الزيارات وبعدين بنتوجه الى السيد المحافظ، والسيد المحافظ يعني بيتعاون معانا لاقصى درجه، وجميع السلطه التنفيذيه اللي موجوده في المحافظه بتتعاون، وعلى راسها رئيس مجلس مدينه سنورز بتعليمات من السيد مستشار محافظ الفيوم، كله متعاون. لكن احنا لما بنعمل زيارات احنا بنكتشف ان في اماكن لابد ان احنا ننوه عنها، ولابد ان احنا نبين خريطتها فين، ولابد ان احنا نبين موقعها فين عشان نلفت نظر الجميع ليها. في اماكن ما هو السيد المحافظ مش هينزل يشوف المحافظه سنتي سنتي ولا 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 حته حته، ده احنا دورنا احنا بنقول كلنا احنا في مركب واحد. يعني ايه مركب واحد؟ يعني كلنا في اتجاه واحد، كلنا في خدمه مجتمعنا، كلنا بنعمل على خدمه المجتمع. اما بالنسبه لعمل مشروعات بقوانين تفيد المجتمع فدي الهم بتاعنا اللي احنا يعني هيكون معلق في اعناقنا قدام افراد المجتمع، ان مجتمعنا كله في مشاكل كبيره جدا خارجه على اراده المحافظ وخارجه على اراده اي حد، فلا بد ان احنا نتعاون ونتكاتف في مجلس النواب ونقوم بعمل مشروعات قوانين تفيد مجتمعنا كله بالكامل. واهم مشروعات القوانين ان احنا ازاي نضبط ميزانيه، احنا فعلا الميزانيه لابد من تدبيرها باي شكل من الاشكال، لازم نعمل تدبير ميزانيه. يعني انا قدمت كذا مقترح قبل كده وهقول دلوقتي على الهواء، انا عندي مشروعات عديده عشان اقدمها في مجلس النواب، في على راسها مثلا تفعيل قانون المصالحات مع القائمين بالبناء على الاراضي الزراعيه. هذه الاراضي الزراعيه اللي تم البناء عليها وتحولت الى ابراج كبيره جدا بال 11 دور وبال 12 دور، لو جبت جميع خبراء العالم لاعاده هذه الارض مره اخرى الى ارض زراعيه فلا يمكن اعادتها مره ثانيه. فاحنا هنعمل مشروع بقانون بحيث ان احنا نفعل قانون المصالحات، وحسبناها على مستوى الجمهوريه 27 محافظه يتعدى ال 200 مليار جنيه نوفره من هذه المصالحات. محافظة الفيوم لوحدها ممكن تكون فيها 60 70 مليار،
لان فيها المباني اللي موجوده ونفعل المصطلحات فيها، فديت احد المقترحات. قدمت اقتراح اخر وكانت الناس فهمته غلط، بان احنا في نفعل قانون او نعمل مشروع بقانون للتامين على المسافرين في الخارج، وده مطلب للمسافرين، مطلب للمسافرين ان هم بيعودوا بعد فتره يلاقوا لهم راتب تاميني موجود ويلاقي لهم تامين حياه. فانا اقترحت او عامل اقتراح بمشروع بقانون ان شاء الله هنقدمه في المجلس، ان نامن على المسافرين في الخارج بمبلغ يبدا من $10 حتى $50. هذا المبلغ لما حسبناه لقيناه هيوفر للدوله لا يقل عن $100 مليار، مش 100 مليار جنيه، اضرب في 10 دلوقتي، شوف هيكمل كام مليار. كل المبالغ اللي انا بتكلم عليها ديت مبالغ نستطيع بها ان نقوم بحل جميع مشاكل البنيه التحتيه للبلد للمصريين كلها والفيوم خاصه، ونحل جميع المشاريع المتوقفه اللي هي في عده مشاريع بدات فيها الدوله وتوقفت بسبب عدم توفير الميزانيه. في اقتراح ثالث ان احنا نعمل شركه اتصالات، نرخص شركه اتصالات يساهم فيها افراد الشعب، كل واحد نعمل فيها اسهم وكل افراد الشعب تساهم فيها، شوف هتدخل كام من العمله الصعبه للشعب. في مشاريع مقترحات كثيره جدا، واحنا عندنا في ايدينا وفي فكرنا مجموعه من مشروعات بقوانين اللي هتخدم المجتمع. وبرجع تاني بقول مش بجامل محافظ الفيوم، والله العظيم هذا الرجل قام بمشروعات كبيره جدا وخاصه في قطاع الطرق وفي قطاع الصرف الصحي وفي جميع القطاعات، ولكن احنا بنقول كلنا في مركب واحد، عايزين لما نتكلم نفهم بعض، عايزين احنا كلنا بنزور الاماكن المختلفه، بنزور اماكن في مجتمعنا، المجتمع في حتت كتيره محدش، احنا لازم نوصل لها وننقل الصوره، والا ما كناش كلنا يبقى يد واحده وكلنا يبقى متعاونين مع بعض. لكن احنا لا ننكر تعاون السلطه التنفيذيه بكاملها وعلى راسها محافظ الفيوم وعلى راسها مدير الامن، لان ما في اي شيء بيتم من غير امن في الفيوم. فاحنا فعلا لابد ان احنا نتعاون مع بعض تعاون جيد وتعاون بناء. واحنا بنقول والله ما بنذكر، انا ما بجاملش حد، انا ما بجاملش اي واحد، والله لو انا بتكلم بكل صدق وبكل اخلاص، ولا يهمني الا مصلحه المجتمع، واحنا في النهايه كلنا بنصب لمصلحه المجتمع. وده اللي انا عايز ابلغ رساله لسياده المحافظ، ما تفهمنيش غلط في اي تعبير، انا بزور مواقع وبوصلها لحضرتك، ومنها على سبيل المثال انا مجهز اهوت مواقع وهقدمها للسيد المحافظ وتقبلها مني وقال لي خليها انا اخدها معايا وانا ماشي دلوقتي. جميل جدا، شكرا. سياده النائب الودي، يمكن في النهايه انتم مسؤولين امام اهالي دايرتكم ان شاء الله، فعايز اعرف برضو يعني تقييم كل الوضع دلوقتي، وعايز اعرف ايه اللي انتم هتقدموه خلال الفتره اللي جايه، تعاونتوا ازاي ما بينكم وبين المحافظه، وعايز اعرف احنا كنا بنتكلم ان في بعض النواب في الفتره اللي فاتت، مش عايز اتكلم عن محافظه الفيوم، لكن في محافظات اخرى كانوا يعني عندهم استياء بالتاشيرات من بعض المسؤولين الوزراء محافظين وما الى ذلك، بانها بلا جدوى. طلبات كانت شكلها ازاي في الفترة اللي فاتت؟ طلبات هيكون شكلها ازاي في الفترة الجاية؟ خلينا برضو واقعين، احنا مش هنحمل معالي المستشار كافة المشاكل اللي موجودة في المجتمع الفيومي. حقيقة الوضع ان البنية التحتية برضو بعد 2011 انهارت تماما من طرق وصرف صحي ومياه شرب ونهايات ري وما شابه ذلك. فترة الخمس سنين الماضية كانت فترة عصيبة على مصر كلها، يعني عشان نكون واقعين، فاحنا برضو مش هنحمله كل المشاكل الموجودة، وهو جه في فترة صعبة جدا يعني، واحنا كلنا جينا في فترة صعبة جدا سواء النواب او التنفيذيين يعني، وعلى رأسهم السيد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم. ولكن بالفعل هناك طفرة بدأت كميدان جمال عبد الناصر اللي بينشأ دلوقتي، بعض الطرق اللي ان شاء الله في طريقها الى الانتهاء من الرصف كما ذكر معالي المستشار. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا محتاجين الكتير والكتير، يعني الفيوم، شعب الفيوم دائما متعطش الى خدمات كثيرة وخدمات تظهر فيها المجال السياحي، حتى تعود محافظة الفيوم إلى دورها السياحي ودورها الزراعي ودورها التنموي ودورها كافة الأدوار ودورها الصناعي أيضا. لذلك أنا يعني في تفكيري أن أتقدم بمشروع قانون لتنمية المدينة الصناعية بالفيوم في وجود معالي الوزير المحافظ. أنا بقول إن شاء الله في القريب العاجل سأتقدم بمشروع قانون أنا وبعض الزملاء
لجذب الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية للمدينة الصناعية بالفيوم. إذا ما وفقنا ونجحنا وقدم هذا المشروع ولا قبول، أنا أعتقد إن هتكون دي بداية ونواة لإنشاء أكثر من مصنع في المدينة الصناعية، وخاصة المقومات السياحية والمقومات الصناعية متوافرة في المحافظة بالفعل. عندنا الأراضي بتاعتنا ممكن مع بعض القوانين وبعض القرارات واللوائح إن نخلي المستثمر اللي بيبني في 6 أكتوبر أو بيبني في المدن الصناعية الموجودة في القاهرة، المسافة ما تتعداش نص ساعة من القاهرة حتى المدينة الصناعية. لو ربنا وفقنا في ذلك هتلاقي أكثر من مصنع أنشئ، وبالتالي أكثر من خريج يشتغل، وبالتالي هننمي أيضا الساحل الشمالي للبحيرة. ديت هتعود بالنفع العام على المحافظة من كافة النواحي. فلذلك إن شاء الله كما قلت نتعاون مع بعض في تقديم هذا المشروع بقانون لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأطالب المسؤولين مرة أخرى ومرة للألف أن تكون العمالة في مصانع الفيوم ومدينة الصناعية بالفيوم أن تكون لأبناء الفيوم. وقلت قبل كده على الأقل 80% من العمالة في المدينة الصناعية والمصانع سواء مصانع حربية أو مصانع خاصة برجال أعمال أن تكون 80% لأبنائنا أبناء الفيوم، ندي أرضنا وفي مكاننا وده حقنا، وعشان يعني نحس ان احنا عملنا حاجة. وطلبي بقى لمعالي السيد المحافظ ان تكون الخدمات تقدم بعدالة، وهو رجل العدالة ورجل منصة قبل ان يكون رجل تنفيذي، ان يكون على درجة متساوية وقريبة من كل ابناء الفيوم سواء اهل الفيوم سواء مراكز الفيوم سواء نواب الفيوم، ان تكون المسافة متساوية مع كل ابناء الوطن، لان هو راعي التنفيذيين وراعي الشعب في الفيوم، وهو على رأس السلطة التنفيذية بالفيوم. وعندنا الكثير والكثير، ولكن الوقت هل يسمح؟ هو الأستاذ منجود عارف ان احنا كلنا على مسافة واحدة وكلنا يعني في علاقة طيبة جدا. يعني المنطقة الصناعية في كوم قشيم احنا عندنا 135 مصنع بيصدر بره. انا عايز اقول لحضرتك ان انا عندي فرص عماله كتير جدا في المنطقه الصناعيه، ومن خلال برنامج حضرتك انا بناشد كل ابناء محافظه الفيوم، انا عندي فرص عماله بتبدا من الحد الادنى 1200 جنيه لحد 3000 جنيه، مصانع كل اسبوع بتبعت لي كشف محتاجين وظائف، وانا بزف خبر صار جدا لاهل محافظه الفيوم، واعتقد ان هم عارفينه، والساده النواب فخامه السيد الرئيس اصدر قرار جمهوري بانشاء اكبر منطقه صناعيه في الشرق الاوسط على مساحه 7800 فدان في شمال الفيوم. قصصنا جنبها 5000 فدان لإقامة مدينة جديدة تخدم المنطقة الصناعية وتخدم أهالي المحافظة عشان التكدس الموجود حاليا. فده طبعا المدينة دي بتعملها دراسات حاليا في وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع محافظة الفيوم، بنحط التصور النهائي وإن شاء الله بإذن الله هندخل فيها مستثمرين وعن طريق المطور الصناعي. تمام. سيادة النائب محسن أبو سمنة، بنتكلم عن شكل العلاقة ما بينكم وما بين المحافظة، أنا عايز أتكلم كمان التنسيق بينكم أنتم كنواب وإزاي بتنسقوا مع بعض المشاريع أو المشاريع سواء المشاريع اللي موجودة خلال الفترة اللي فاتت وكانت واقفة بالفعل بعد الثورة، يمكن إحنا شايفين مشاريع كتيرة قوي سواء محطات صرف صحي أو ما شابه، غير كده وكده كمان المشاريع اللي هتتم خلال الفترة الجاية، بنتكلم كمان في طرق، في يعني اولويات على تصليح الطرق، عايز ازاي هخدم البلد دي او ازاي هخدم البلد ديت، احنا بنتكلم كمان في حدود متاح، بنتكلم في حدود موازنه موجوده. اولا انا بشكر السيد المحافظ المستشار، واولا بنشكره اولا ان احنا فعلا في طريق من طميه للروضه حوالي 17 كيلو بيتم تسفيله الان، وفي داخلي حوالي 7 كيلو داخل المركز نفسه، واحنا بنشكره طبعا على المجهودات ديت، وفي شغل برضه في المستشفى حاليا المستشفى العام برضه على اكمل وجه. بس في تحرك، يعني انت حضرتك شايف تحرك ولا لسه مستنيين اكتر، ولا انت يعني عايز اعرف تقييمك للوضع ايه بالظبط؟ لا، على الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي فيه تحرك ان شاء الله، واحنا بنطالب من السيد المحافظ يعني برضه يعني مجهودات اكتر، وبذل مجهود كبير فعلا. تمام. لان كان الطريق دي كان منتهي خالص ما كانش ينفع يتمشي عليه، فبحمد الله تم، هو يعتبر شبه ان تم منه 80% تسفيره، وهيتم خلال الفتره القريبه دي ان شاء الله. بنشكر السيد المحافظ على المجهودات دي. يعني
الرساله اللي توجهها للمواطنين بالنسبه او اهل دايرتك بالذات؟ احنا بنتكلم هل في تحرك موجود بالنسبه للمحافظه؟ انتظروا القريب في خلال الفتره الجايه ان شاء الله في اقرب فرصه، مش هنقول في مسافه طويله او حاجه، ان شاء الله هيكون في شغل كتير وفي مجهودات كتيره، وننتظر من السيد المحافظ انه ان شاء الله يعني مركز طميه كان مهمل من 30 سنه ما كانش فيه اي حاجه خالص، حتى لا طرق ولا صرف صحي ولا فبطلب من السيد المحافظ النظر لمركز طميه بصفته انه بقاله 30 سنه كان يعتبر من ضمن الحاجات اللي هي ما فيش حد بينظر ليها خالص. ايه المشاكل اللي موجوده برضو ويمكن يكون في سهو بالنسبه مثلا للتحرك تجاهها؟ يمكن احنا بنتكلم عن مشكله الطرق، اتكلمنا عن مشكله الصرف الصحي، عايز اتكلم كمان عن مشاكل تانية، ازمه القمامه اللي كانت عامله حديث في مصر كلها مش في محافظه الفيوم بس. احنا ازمه ال مش هنقول ازمه القمامه انتهت يعني بنسبه 100%، برضه في بعض المناطق لسه برضه بتعاني من الموضوع ده. عندنا مثلا في الفتره الجايه سياده المحافظ وعدنا ان احنا ممكن يتم انشاء بعض المدارس بالنسبه للتربيه والتعليم لفك الازمه، لان الفصل عندنا وصل لحد 80 طالب في الفصل فما يقدرش يستوعب. فاحنا في وعود من السيد المحافظ ان شاء الله انه هتتنفذ ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله، ونشكر السيد المحافظ ونشكركم على زرعه. طيب سياده المحافظ، انا عايز اتكلم بقى عن دور النواب، ايه اللي انت منتظره من النواب ودورهم خلال الفتره الجايه بوجودهم في مجلس النواب وبالفعل بدء اعمالهم الفعلي بعد اعتماد الاحد الداخليه وما الى ذلك؟ انا السيد النواب محافظ الفيوم، وقلت لك ان السيد النواب متميزين جدا، احنا بنتواصل مع بعض تليفونيا ممكن لغايه الساعه 3 صباحا و4 صباحا لخدمه اهل المحافظه، تمام؟ متواجدين على طول معايا باستمرار في كل الطلبات. احنا طبعا بننتظر منهم الكثير والكثير كما ينتظر شعب مصر من البرلمان. احنا عندنا تشريعات وقوانين محتاجين تعديلات فورا، محتاجين امور، احنا عندنا استثمارات عملاقه عايزين نبدا تسهيلات في الاستثمارات، عايزين تسهيلات في جذب رؤوس الاموال، اعفاءات ضريبيه في بعض الاماكن بحيث ان الاستثمار يشتغل ويبقى في جذب للعماله، تمام؟ طبعا البرلمان المصري عليه دور كبير ودور تشريعي مهم جدا جدا للفتره القادمه، فشعب مصر كله بينتظر منهم الكثير. انا عايز حضرتك برضه انت بتدي رساله للمواطن من خلال برنامج حضرتك، احنا دايما بنتكلم على ايه هي المشاكل؟ ايه هي المشاكل؟ احنا في عندنا ايجابيات كثيره تحدث على ارض الواقع، تمام؟ لابد ان يكون في تركيز على الايجابيات برضه بنفس الوقت بالتركيز مع السلبيات، السلبيات حتى يشعر بيها المواطن ان احنا فعلا والمسؤول يشعر بيها ان هو على مسافه قريبه جدا من المواطن ويعلم مشاكله، والايجابيات حتى يشعر المواطن ان هناك تفاؤل، تمام؟ احنا مش عايزين نحبط الناس كلها، احنا عندنا ايجابيات، حجم طرق بيتم بقول لحضرتك فيما يتجاوز 300 مليون جنيه 250، عندنا في الصحه، عندنا في التعليم، احنا خلاص خدنا في المنحه الياباني مستشفيات ياباني هناخدها في محافظه الفيوم، عندنا ملاعب بتفتح جديده، مراكز الشباب والرياضه بيتم اعدادها على احدث مستوى، بقول لك عدد السياح اللي دخلوا محافظه الفيوم يتجاوز، مطار قوم قشيم العسكري خدنا عليه موافقه ان هو يبقى مطار مدني، استخدام مطار مدني لاول مره في محافظه الفيوم، بنعمل الدراسه مع وزاره الطيران، بحيره قارون والساحل الشمالي، هناك عديد من الايجابيات، فده كان برضو بحتاج ان احنا نركز عليه شويه. احنا ركزنا عليه، ويمكن كمان سياده النواب يمكن اعترفوا بده وقالوا ان ده محسوس على ارض الواقع، احنا بنتكلم في الاتجاهات كلها، احنا بنتكلم في اتجاه تنموي، وعايزين برضو ما ننساش الاطار الخدمي، يمكن بالظبط يمكن المواطن اللي بيحسه اكتر هو الخدمي، الاطار الخدمي اللي موجود قدامي، هل الشوارع نظيفه؟ هل الشوارع متسفلته؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ملف الصحه. اي نعم، احنا قلنا في مجهود موجود يعني في كل الاتجاهات، ولكن الاطار الخدمي ده احنا بنركز عليه قوي، فعايز اعرف من حضرتك برضو بنسبه قد ايه قدرت تشتغل في كل الاتجاهات، وبنسبه قد ايه قدرت تقضي على المشاكل الموجوده في كل الاتجاهات، سواء ازمه قمامه سواء صرف صحي. عايز اتكلم كمان عن مشاكل التعدي على الاراضي الزراعيه، لو قدرنا نستثمر وزي ما قال سياده النائب يعني هنجيب من وراه فلوس كتير جدا. طبعا الكلام اللي قاله الاستاذ النائب ممدوح الحسيني كلام مظبوط جدا، ممكن بس ده الكلام ده كله محتاج تشريع ومحتاج قانون. انا عندي يوميا اكثر من 160 حاله ازاله بتنفذ في كافه المراكز، انا مضطر ان انفذ القانون الحالي بازاله كافه التعاد، انا منعت الدخول البلوك الابيض محافظه الفيوم الا بتصريح من الوحده المحليه، وهذا ادى الى حد كبير من البناء على الارض الزراعيه. مشكله القمامه احنا بننشئ دلوقتي حاليا، خدنا موافقات على انشاء اكبر مصنع لتدوير القمامه بمنطقه قوم قشيم، جبنا عده سيارات حديثه اللي هي سيارات المكابس، نزلنا اكثر من 500 صندوق، احنا طلعنا قرار امس بغرامه 500 جنيه لكل صاحب محل مش هيوضع قدام المحل صندوق قمامه خاص بيه، تمام؟ وجبنا شركه وقلنا للشركه تعاقدي مع المحلات، تمام؟ او عرضنا الامر كذا بحيث ان يكون شكل جمالي معين، وبحيث ان احنا نحافظ على القمامه. برضو القمامه هو
مش اجهزه تنفيذيه بس، هو سلوك مواطن. أكيد. تمام. انا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت معدي الساعه 4 صباحا في يوم والزباله بتترمي في نص الشارع، تمام، والصندوق موجود، فاحنا برضو بنطالب المواطنين ان هم يساعدونا. تمام. منظمات المجتمع المدني بتساعدنا في بعض المراكز. انا عايز اقول لك ان منظمات المجتمع المدني نجحت معانا في بعض المراكز في موضوع لم القمامه ده بدرجه عاليه جدا. تمام. وانا بحاول ان انا احفز هذا الامر واشجعهم، وقلت لهم ان انا عندي مع الصندوق الاجتماعي للجمعيات اكتر من 1,000,000 جنيه ممكن ياخدوا في سبيل المعدات ويحصل معانا ويحصل رسم النظافه من المنزل. تمام. ويشغل نفسه ويشغل عماله. تمام. وده برضو هيؤدي الى السيطره على هذا الامر. قطاع الصحه عندنا اهتمام كبير جدا بقطاع الصحه. مشاكل حجم المشاكل كان كبير جدا، لكن في اهتمام واولويات. احنا بنحاول نخلص المستشفيات الموجوده، بنحاول نقفلها في مباني منشاه وكان تم ما اشتغلتش. مستشفى زي يوسف الصديق عندنا، مستشفى طميه بنعملها مستشفى مركزي حاليا السنه دي زي ست النائب محسن ما قال، عندنا عملنا فيها مركز قلب وتطور، عندنا افتتاح وحدات صحيه حديثه لسه في وحده صحيه تخدم اكثر من 300,000 مواطن، دي كانت منحه من الامارات وتم افتتاحها. جميل جدا. قبل ما اختم سياده المستشار محمد عبد العزيز، انت حضرتك يعني شاركتنا في الحوار وسمعت الحوار، انت كمواطن بقى انت الرساله اللي تقولها للمواطن الفيومي كمان عشان يساعد في تنميه البلد ديت، اكيد مش هو دور موجود على التنفيذيين فقط، ولكن كمان المواطن عليه دور كبير جدا. ويمكن سياده المحافظ قال يمكن ابرز مشكله مثلا مشكله القمامه، وهي برضو متوقفه على السلوك. مفيش شك انه سلوك المواطن بيساعد كتير الدوله، وخصوصا في الظروف الرهانه ديت. يعني مساله زي مساله القمامه دي المواطن ممكن يساهم بشكل كبير فيها، توفير الاماكن، المحافظه موفره اماكن زي مثلا المرور، سلوك المواطن في المرور برضه ممكن يسبب ازمه، وممكن لو سلوكه لو ملتزم ما بيسببش ازمه. تمنياتك ايه بقى في وجود البرلمان دلوقتي وبالتعاون ما بين المحافظه التنفيذيين والرقابيين دلوقتي لو البرلمان، تمنياتك ايه كده بقى لمحافظه الفيوم وتشوفها ازاي؟ انا تمنياتي طبعا النهوض بمصر كلها والفيوم خاصه تحت رعايه معالي الوزير وائل جمعه. طبعا احنا في النهايه قبل ما نختم بنشكركم جميعا، ونتمنى طبعا التنسيق ما بين التنفيذيين ورقابيين او مجلس النواب. طيب كلمه اخيره، طب سياده النائب اتفضل. في نهايه الحديث بشكركم واشكر قناه الحياه لاهتمامها بمشاكل محافظه الفيوم وشعب الفيوم. رساله بس لمعالي المستشار من مواطن وليس نائب، انا يعني اخ اكبر لي سنا واصغر مقاما، الضرب من حديد على مستشفى الفيوم العام. مستشفى الفيوم العام معالي المستشار تحتاج الى فتح ملفات كثيره جدا جدا جدا. كلمه اخيره بنقول، اولا بنشكر قناه الحياه على يعني دايما ما يعني تتبنى مشاكل المجتمعات، وبقول ده هعيد كلمه ثانيه ان احنا كلنا في مركب واحد وكلنا يد واحده. انا بقول للمجتمع وبقول للشعب وبقول للمسؤولين وبقول للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يعني عايزين نحب بعض بجد، عايزين المبدأ اللي بيننا يبقى الحب والإخلاص والصدق، عشان يعني ناخد إيد مصر إلى الأمام. مصر بلدنا كلنا ومصر حبيبتنا كلنا، مصر بتمر بظروف صعبة جدا، فعايزين كلنا نبقى يد واحدة وكلنا عايزين نبقى نسير في اتجاه واحد في نهض يعني النهوض ببلدنا والنهوض بمجتمعنا. وبقول رسالة للسيد الرئيس المحترم القائد قائدنا عبد الفتاح السيسي، إلى الأمام دايما وإحنا وراك، إحنا وراك تنفيذيين ووراك تشريعيين ووراك، لأن إحنا حاسين إن أنت راجل بتحب بلدك وراجل بتخلص لبلدك، فإحنا وراك جميعا وكلنا يد واحدة. وبشكر الجميع، وبرضه قبل ما حضرتك تنهي اللقاء بقول تاني لجميع رجال أعمال الفيوم، احتضنوا يتامى المجتمع، دول أبنائنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والسلام عليكم ورحمة الله. سريعا سيادة النائب، رسالة توجهها بس للمواطنين. هو للمواطنين ولا للمواطنين؟ أولا بشكرهم، أولا وبشكر إن احنا احتفلنا في هذا اليوم، وليا رجاء عند السيد المحافظ إن عندي مشكلة كبيرة في المدينة الصناعية أو أرض الشريف، موضوع الصرف الصحي مشكله بيعاني منها، انا ما بقدرش اقعد في البيت بسبب المشكله دي، فبطلب من السيد المحافظ انه يهتم بالموضوع ده، لانه يعني حوالي فوق 500 منزل او اسره موجودين على بركه من المياه. قبل ما اختم سياده المحافظ، المشاكل اللي تم استعراضها دلوقتي محلها من الاعراب خلال الفتره الجايه؟
برضو برجع اقول لحضرتك تاني رجع الحلقه من اولها هتلاقيني اتكلمت على كل هذه المشاكل. انا عايز تعرف حضرتك بيقولوا احنا بنتكلم في مناطق بعيده عن خريطه التطوير او خريطه التسيير. انت حضرتك لازم تبقى عارف ان ميزانيه الصرف الصحي تمام دي من عند السيد وزير الاسكان والشقه القابضه وهو لا يبخل علينا بشيء. انا بوجه له كل التحيه تمام. احنا دلوقتي الامور على ما يرام ان شاء الله باذن الله. في عندنا تطور في محطات الصرف الصحي بنحاول ان احنا نحل الامور. المستشفى الفيوم العام زي السيد النائب ما اتكلم السيد النائب منجود اتكلم عن مستشفى الفيوم العام. انا طبعا بشكره فعلا مستشفى الفيوم العام عايزه نظره كبيره كبيره كبيره. وانا قلت لحضرتك ان احنا متواصلين مع السيد وزير الصحه لاقامه مستشفى سواء مستشفى الفيوم العام الجديده او تطوير الحاليه باسرع مما يمكن. شكرا لك. في النهايه احنا بنشكركم مشاهدينا يمكن تابعنا معكم الحوار وبالتالي هو دور متعاون او تنسيق بين الطرفين وفي النهايه هو خدمه المواطن في محافظه الفيوم. شكرا لكم والى اللقاء. مشاهدينا الكرام برحب بكم من قرية بنوب التابعة لمركز نبروب محافظة الدقالية لمتابعة المشاكل الخاصة بهذه القرية. في البداية بنرحب بأهل هذه القرية ونرصد معهم المشاكل على أرض الواقع. برحب بكم كلمنا عن المشاكل الموجودة عندكم في القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان الوقت أنا بحدد المشاكل اللي أنا لاحظتها في خلال فترة إقامتي في القرية في النقاط أربعة. النقطة الأولى هي مياه الشرب. محطة مياه الشرب باختصار شديد جدا لا تتناسب مع عدد السكان اللي هو أصبح النهاردة حيث أنها شيدت منذ مدة طويلة حيث كان عدد السكان أقل من ذلك بكثير. نمرة اثنين مياه الري. إحنا عندنا في البلد في فرع من فرع دمياط وجنب منه جنبية بسيطة. هذه الجنبية جافة فنرجو أن إحنا عايزين نرفع المياه من البحر إلى الجنبية عشان الناس تقدر تلوي الأرض وحتى لا تتعرض للبوار. نمرة ثلاثة بتكلم على مشكلة في التربية والتعليم حيث أنني كنت أعمل سابقا موجهاً عام للغة الإنجليزية فبلاحظ ان في هيئه تدريس فيها بعض العجز في بعض المواد فبرجو من السيد مدير الاداره سد العجز اما بالنقل من المدارس المكدسه او بالندب من اقرب مدارس موجوده تسد العجز في هيئه التدريس بالمدرسه. نمره اربعه نقطه خاصه بالمحليات نرجو من السيد المحافظ اعاده النظر في القانون الخاص او القرار الخاص او النشره الضروريه اللي عملها الخاصه بعدم توصيل المرافق للمباني التي بنيت منذ مده طويله ومراجعه القرار اللي هو اصدره سيادته ولكم خالص الشكر. شكرا لك يا فندم. ماشي اتفضل معانا سريعا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف بنتكلم بالنسبه عندنا وحده صحيه كانت وحده صحيه الوحده الصحيه ديت بتخدم حوالي من 20 ألف نسمه تمام. فدلوقتي ما فيش فيها اي امكانيات فهي كانت مستشفى كان تكامل مستشفى طب اسره تمام. فدلوقتي عايزين نحطها حتى مركزي على نص مركزي فعايزين عشان خاطر الناس ما تروحش او حاجه لنا ده بروح فعايزين دلوقتي المستشفى خدت بالك يجي فيها المعدات بتاعها ويجي فيها دكاتره يبقى فيها نبطشيه كامله عشان اي واحد تعب بالليل في اي وقت يبقى اي اسعاف حتى بسيط فما نروحش ما نلجاش مثلا نروح نبروه لو حاله تعبانه. وبالنسبه للمشكله برضو الثانيه بتاع الميه احنا عايزين بالنسبه خاص الفلاحين القريه عايزين مكنه رفع من البحر الكبير للترعه عشان خاطر الارض الزراعيه. دلوقتي الارض الزراعيه في ارض دلوقتي هتبور تمام. بالنسبه للارض الزراعيه خدت بال حضرتك تمام. والسلام عليكم. شكرا لك يا فندم. ماشي اتفضل معانا سريعا. انا الحاج مصعب سلطان من قريه بنوب راجل من رجال القوات المسلحه حرب 73. اللي بطالب بيه حاجه واحده بس حاجتين. الحاجه الاولى مركز الشباب. الشباب هم دول امل المستقبل فمركز الشباب موجود عايزين تتم فيه الانشطه وينشط فيه النشاط على اساس كل الشباب يستفيد بدل ما يقعد على المقاهي وهنا وهنا كل الانشطه لازم تكون موجوده. الحاجه الثانيه كمان احنا في القريه بنينا نقطه شرطه بالجهود الذاتيه محطة المية اللي اتكلم عليها الأستاذ حمدين سامعني فيها بالنسبة لمحطة المية للقرية تعداد السكان زادت المحطة دي من سنة كام و80 لغاية وقتنا هذا تعداد السكان زاد أضعاف الأضعاف الأضعاف. في مكان جنبها أملاك دولة مخصص بحيث إن احنا نعمل فيه محطة تانية استكمال ليها بحيث إنها تغطي المساحة كلها
وبنطلب الكلام ده وكله بقى، وربنا يوفقنا بقى في عموم مجلس الشعب اللي جاي يساعدنا في هذا الكلام. وشكرا للنائب ابداج المرسي. ايوه ربنا يوفقه ان شاء الله. تمام. يمكن في هذه الفتره بيتم اعاده الانتخابات مره ثانيه بهذه الدائره بعد طبعا فصل النائب السابق توفيق عكاشه ما احد المرشحين عن هذه الدائره. الحاج ابو النجا مرسي برحب بيك. عايز احنا سمعنا الكلام مع بعضه والمشاكل الخاصه بهذه الدائره وخاصه قريه بنوب، عايز اعرف رؤيتك لحل هذه المشاكل ازاي، شايف الاولويات بالنسبه للمشاكل دي وطرحها على ارض الواقع. والله بالنسبه للمشاكل اللي طرحها الاخوه السابقين قبل مني، بالنسبه للمز الري هي الترعه موجوده وكل حاجه موجوده، بس للاسف ان منسوب البحر قل، فما عادش ينفع الا بمكنه رفع ترفع، لان اغلب الناس حاليا في بنوب بيروحوا بميه المجاري، وده ضرر على الصحه العامه، يعني حوالي في اكتر من 500 فدان بيروا من ميه المجاري، وبعض الاحيان ما بيروش ميه المجاري يروا منها، فدي لابد عن مكنه رفع على اول الترعه. دي رقم واحد. بالنسبه للصحه المفروض الوحدات الصحيه اللي حولها كلها للتكامل من تكامل لطب اسره، فمفروض تتحول، يعني حرام. وبعدين بنوب في اخر نطاق محافظه الدقهليه على حدود الدقهلية والغربية، فما يكون عنده حالة ودانا برو يكون ربنا سهل بقى وتوفت. فدي يعني دي حاجات سهلة، المبنى موجود وعلى أحدث طراز، بس للأسف ولا طاقة بشرية ولا معدات. بالنسبة للتعليم طبعا يعني التعليم سيء جدا للغاية، وكثافة السكان كثافة الفصول بقت عالية جدا جدا، ودي برضو من ضمن ما فيش طالب بيقدر يستوعب. بالنسبة للمراكز الشباب بنوب ملهاش ملعب، يعني ملهاش ملعب، ومركز شباب دي مخصصه اصلا في ممكن البلد تخصص مكان ووزاره الشباب تشتريه له، يعني ممكن البلد تخصص مكان والدوله تشتريه، لان حرام الشباب مهمل في هذه القريه. ونتمنى لهم التوفيق وربنا يقدرنا على حل مشاكلهم ان شاء الله. شكرا لك. عفوا يا باشا. اذا مشاهدينا دي كانت مشاكلنا من قريه بنوبه التابعه لمركز نبرو بمحافظه الدقهليه. شكرا لكم مشاهدينا، وعوده مره اخرى للاستوديو.